مساء الخير عليكم. انا حاولت اقدم خدمة طول شهر رمضان، كل سنة طيبين. خلال 30 يوم هقدم كل يوم عملة، يعني 30 عملة ان شاء الله اذا ربنا حيانا طول شهر رمضان. عايز كل واحد يشوف العملة، يقارن العملة اللي معاه في بيته، لان انا بنزل عملات بملايين الدولارات. يعني لو صادف واحد معاه قطعة واحدة يبقى احنا قدرنا ننفع واحد من المشتركين او من المشاهدين. ارجوكم تابعوا العملة وقارنوها بالعملات اللي معاكم في بيتكم او في جيوبكم او في ادراككم، وتأكد ان العملة دي هي العملة ووزنها وشكلها، او اتصل بيا وبعت لي صورة منها وقول لي انا لقيت العملة دي عندي زي العملة اللي انت نزلتها، عشان نساعد بعضينا. الناس تقدر تبيع او فجأة تبقى انت مليونير ومعاك مبالغ كتير، انت اولى. صدقني دي مصلحة انا مقدمها، حاول تتابعني طوال شهر رمضان. كل سنة طيبين.